انا مش عارف انت ليه مصر على اللي انت بتعمله. ليه؟ ها، ما تستسلم، ما تستسلم يا ميدوريا. الغريبه انك لسه مبتسم، معرفش مبتسم على ايه، لكن صدقني دلوقتي جه ميعاد موتك، انت هتموت حالا مالا فعلا. انسى انسى، صدقني عمر ما ميدوريا يستسلم ابدا. يبقى انت كده دلوقتي لعبت في عداد عمرك، ربنا يرحمك، كنت ولد رخم، يلا عشان هتموت. عمر! مش وقتك يا ماما، مش وقت والله. ماما مين؟ عمر! عمر يا واد، يلا بسرعة، يلا عايزك ضروري. اخ، حرفيا ماما بتفسد متعه لعبه الفي ار والله، انا مش عارف بجد اعمل ايه. حاضر يا ماما، انا مش عارف بجد ليه دايما كده بتفسدي متعه الفي ار، يا رب تبقى حاجه مهمه المره دي. نعم، خير، عايزه يا ماما. يلا يا واد، جهز نفسك عشان تروح تجيب بطاريه للروبوت اللي نايم دوت. انا مش عارفه، جايب لي روبوت اصدار قديم. انا مش فاهم طب اعمل ايه يا ماما، انت مش قلتي لي هات اي روبوت يساعد في البيت ويجيب لك الطلبات اللي انت عايزاها؟ انا مش فاهم هو مره واحده فصل ليه كده. عايز حجره ضروري، انا جعان جعان، مش قادر اشتغل. شايف اهو بقى على الحال دوت من ساعه ما جبته، وهو لا منه بيعمل اي حاجه ولا منه بيشتغل، انا اللي عمال اعمل كل حاجه في البيت. روح هات له حجيره، هات له اي حاجه بقى تشغله. حاضر 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 يا ماما، خلاص انا هروح دلوقتي عند السوبر ماركت هجيب له حجيره ليه. طب بسرعه، يلا بسرعه يلا، عشان بدل ما هو هيفرقع كده حاسه هيفرقع في الشقه. حاضر حاضر، هنشيل الفي ار تاب على جنب وبعد كده هرجع اكمل. واو، حرفيا انا كنت هخسر فعلا اقسم الوحش بشخصيه ميدوريا، بعد كده هجرب بشخصيه غوكو. طيب هروح صد رد وجاي، مع السلامه ماما. طيب انا مش فاهم، انا امتى اعرف اهزم الوحش الشرير دوت؟ اخ، وطبعا بقى ملوك السعاده انتم مستغربين العصر اللي احنا عايشينه دوت. ايوه، العصر ده من احدث العصور اللي انتم ممكن تشوفوها في حياتكم، كل حاجه بتتعامل معاها بالروبوتات، البيوت كلها واصله لحد السحاب، وفجأة تلاقي كل حاجة بالتكنولوجيا، حتى الروبوتات هي اللي بتجيب الطلبات، ولكن واضح إن أنا جبت روبوت تعبان والمفروض أنا اللي أجيب الحاجة ليه عشان يشتغل أصلاً. طيب يلا بينا دلوقتي نروح نجيب الحجرة بتاعته علشان يعرف يشتغل، ولكن قبل ما نروح نجيب الحجرة لازم أقول لكم ويا مساء السعادة بكميات زيادة، عاملين إيه أحلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير، ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو دوت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو أنت لسه ما عملتش لايك مستني إيه؟ دوس يلا لايك دلوقتي، ما تخافش اللايك ببلاش مش بفلوس، وكمان مش هتتكهرب ومش هتتعض. عايز أقول لكم بقى هنقول سبع أسماء في كل مرة في نص الفيلم وسبع أسماء في آخر الفيلم، علشان بصراحة في ناس كتير بتزعل إن هم سبع أسماء بس، فسبعة في الأول والسبعة في الآخر علشان أحاول أطلع كل ملوك السعادة. ودلوقتي أول اسم معانا اسمه مودي، والتاني اسمه بودي، والتالت اسم عبد الرحمن، ورابع اسم آدم، وخامس اسم أكرم، والسادس اسم محمد، والسابع اسمه الأخير حمزة، وإن شاء الله في آخر الفيلم هنقول برضو سبع اسماء تانيين واحنا بنسلم على جيش ملوك السعاده. يلا بينا دلوقتي بنجيب الحجاره. هاي، اهلا روبن، عامل ايه؟ اهلا عمر، حضرتك انت عايز ايه النهارده؟ عندي سؤال ليك بس يا روبن، هو انا مش كنت قايل لك عايز رجل الي بس عشان يساعد ماما في البيت، وتقوم انت مديني رجل الي تاني كده غريب، واضح حاله انه تعبان ومش قادر يشتغل خالص، عايز حجاره. انا اسف، صدقني دي كده ممكن تكون غلطة عنده في البطارية، لكن انا هديك بطارية تانية هتساعدك انك ده لسه بيتكلم بالراحة. ماشي ماشي ماشي، هات بطارية هات بطارية وخلاص. انا اسف، هديك البطارية علشان يا عم خلاص هات البطارية، انا قابل اسفك، انت بتتكلم بالراحة جدا صدقني يا روبن، انا عايز البطارية وهمشي. حاضر، اسف اني برغي معاك، انا ما كنتش قاصد. مش للدرجات دي، فين هي البطارية؟ فين؟ هنا تقريبا، مش كده؟ انا هجيب البطارية وهمشي. اخ كتير، مع السلامة روبن. مع السلامة، شكلك متضايق، ما تزعلش مني، انا مش قاصد اني اضايقك خالص. لا لا لا، انا مش متضايق ومش زعلان، مع السلامة. طيب او ماي جاد، حرفيا ارخم حاجة في الاليين اللي عايشين معانا في المدينة كلهم حرفيا بطاء جدا في الكلام وبطاء حتى في الافعال، يعني صعب تلاقي روبوت سريع وروبوت بيتعامل معاك بالسرعة اللي انت بتتعامل بيها، دايما كده لازم يتكلموا بالراحة وكأنهم بيتكلموا اهلا ازيكم يا ملوك السعادة، انتوا متخيلين افضل اتكلم بالطريقة دي كده؟ حرفيا انتوا هتسيبوا الفيديو وتطلعوا تمشوا. اخ
طيب يلا بسرعة، أنا عشان بصراحة عايز أهزم الوحش دوت، عايز أهزمه المرة دي بشخصية غوكو، مش هستعمل خلاص شخصية ميدوريا علشان فعلا الوحش دوت أقوى من ميدوريا بكتير، فلازم أجيب بقى المرة دي شخصية غوكو وأستعمل معاه الكامي هامي. ماما 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 اتفضلي، فين الروبوت؟ حطيته جوه في الجراج، ده مصدعني، عمال يقول عايز حجرة عايز حجرة. خلاص ماشي، أنا هديله الحجرة دلوقتي وهتلاقيه اشتغل زي الفل. تعالى بقى، علشان أنت بصراحة روبوت مالكش أي لازمة خالص في الحياة دي، خد امسك كده. أيوه شكرا. شكرا ليك، شكرا ليك استاذ عمر، اتفضل اطلب اي حاجه. بص بقى، اللي اطلبه منك انك انت تساعد ماما وما تخليهاش تنادي عليا خالص، فاهم ولا مش فاهم؟ ما تخليهاش تنادي على اسمي خالص لحد ما اهزم الشخصيه اللي في لعبه الفي ار، ماشي؟ حاضر، انا اسف ما كنتش قاصد اني ده هو كمان هيتكلم زي روبن بتاع السوبر ماركت. خلاص خلاص، يلا مع السلامه ماما، انا هطلع العب بالفي ار، عايز اي حاجه ادي معاكي بقى الروبوت هيتكلم ويعمل كل حاجه انت عايزاها. لا بس ما تعليش الصوت على الاخر عشان لما انادي عليك تسمعني. حاضر حاضر. يا نهار ابيض، هاخد الفي ار من هنا ويلا بينا عشان نبدا نستمتع. يلا بينا نبتدي اللعب بجد بحق وحقيقي. انا جاي لك المره دي بشخصيه غوكو. طيب انا جيت لك هي لحظه، هو راح فين؟ وبعدين كل حاجه مختلفه ليه كده؟ السما اتغيرت ليه في اللعبه؟ لحظه، مش المفروض اول ما اخش الاقيه في وشي فجاه واقف هنا كده عشان يحاربني؟ هي انت فين؟ طيب واضح ان كده في خلل في اللعبه تقريبا. انت كده هي لحظه، هي جيم اوفر ظهرت ليه وانا لسه اصلا بدات احارب؟ هي لحظه، هو المكان اتغير فجاه ليه؟ هي فين العربات اللي كانت متدمره حواليا؟ هو ايه اللي بيحصل في اللعبه؟ هو في ايه؟ هو في بجد كل حاجه بتتغير فجاه وكانه خلل في اللعبه، وكانه خلل. انا مش عارف اشيل الفي ار، انا اتقلت تقريبا كده جوه اللعبه. هو ايه اللي حصل؟ انا جيت هنا ازاي؟ انا كان المفروض جسمي يبقى في البيت عادي في العالم بتاعنا الحقيقي، لكن الفي ار دي عباره عن لعبه. هو انا دخلت جوه الفي ار ازاي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وانا اتنقلت فين تاني؟ هي لحظه، او ماي جاد، المكان المظلم ده. هي انا فين؟ حد سمعني؟ حد سمعني هنا؟ المكان كله بيتغير فجأة كل شوية، في تغيير بيحصل كل شوية، هو اللي بيحصل؟ أهلا بيك عمر بويكا. ها مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ ودلوقتي أنت كل ساعة هتبقى عندك قوة خارقة، وهي قوة من قوة الطبيعة. في الساعة اللي هديها لك مع القوة بتاعتك لازم تنقذ شخصية هكلفك بيها، ولو الشخصية ماتت يبقى أنت كده مت في الحقيقة ويعتبر خسرت، بالإضافة إنك ليك تلات متات، يعني تلات قلوب، لو متهم يبقى أنت متهم في حياتك الحقيقية ومش هتعرف ترجع أبدا. أنت بس الأول أنت مين؟ قولي أنت فين بالظبط عايز أشوفك. أهم حاجة إنك تحاول تعيش، ودلوقتي معاك بالظبط قوة الأرض. طيب ماشي، واضح ان انا فعلا لبست في موضوع انا ما كنتش قده وما كنتش عايز اخش فيه تمام. هاي لحظه، هو اللي بيحصل؟ الحقوني الحقوني بسرعه، الحقوني بسرعه، البيت هيقع بيا والبيت كله بيولع في زلزال. بتهزر؟ اوعى يكون هي ديت الشخصيه اللي انا المفروض انقذها. يا نهار ابيض، انا كده ميت من اول محاوله. طيب اعتقد ان انا كده دلوقتي لازم اجرب انقذها. يا نهار ابيض. هي لحظه، خليكي زي ما انتي، اوعي تنطي ولا اوعي تزحلقي، ماشي؟ خليكي زي ما انتي بالله عليكي، لانك انت لو مت انا هموت. يا نهار ابيض، حياتي متعلقه بشخص عباره عن لعبه، انتوا متخيلين؟ او ماي جاد، اخش ازاي وانا مش عباره عن صخره؟ يعني المفروض اني ما احسش باي حاجه، الصخره عمره ما يسيح ابدا. ايوه طيب، او ماي جاد انا عديت عادي. واو، انا فعلا عندي قوه خارقه حرفيا، وكاني بلعب لعبه مع اني في لعبه بس حياه واقعيه، انا بجد مش عارف. طيب يلا بينا بسرعه، يلا بينا. هو ايه البيت الغريب ده اصلا؟ البيت حرفيا شويه هيقع. انا تقريبا المفروض اطلع من هنا. ايه المكان دوت يودي على فين؟ هي الست هيت، خليكي زي ما انتي، اوعي تتحركي. الحقني الحقني بالله عليك، البيت هيقع البيت هيقع. حاضر حاضر، هلحقك هلحقك، بس انا مش عارف ايه اللي عمل كده في البيت. يا رب، بسم الله، تعالي تعالي بسرعه معايا. واو، انا مش عارف هنزل ازاي، هنزل ازاي من هنا؟ بس لحظه، وانا مش بقدر اتحكم بقوه الارض، يبقى اعتقد عادي لو نطيت من هنا. طيب ها ها، حرفيا قوه رهيبه جدا. هي انت كويسه؟ انت كويسه؟ لا مش كويسه خالص، مش كويسه، لان انا وانت هنموت دلوقتي، هنموت. ايه هنموت ليه؟ ما احنا طلعنا بخير، في حاجه ولا ايه؟ في ايه تاني؟ يا نهار ابيض، وان اي جاي علينا، وان اي جاي دلوقتي. مين وان اي دوت؟ يطلع مين وان اي؟ بص وراك بص وراك وانت هتعرف. عايزاني بص ورايا؟ حاضر
المسيخ الدجال، المسيخ الدجال، مين ده؟ مين ده؟ هو انت مشيت وسبتني ليه؟ مش المفروض انت اللي تنقذني؟ انقذ مين؟ انا اول مره اشوف المسيخ الدجال في الحقيقه. يا نهار ابيض. انا وان اوي، وان اوي، والمهمه بتاعت ان انا اقضي على الست دي، واي حد يجي يحميها لازم اقتله معاها. انا مش جاي احميها، انا لحظه المفروض احميها. خليك فاكر ان تلت قلوب علشان تحاربه، ولو هي ماتت وانت عندك تلت قلوب يبقى انت كمان خسرت، وخسرتك يعني موتك. انا مش عارف انت بتتكلم منين، ولكن حاضر تعالي وقف ورايا، وقف ورايا بسرعة. ماي جاد، انا مش عارف اعمل ايه. اضرب الارض، اعمل اي حاجة، مش انت قوتك هي قوة الارض، اعمل اي حاجة بالله عليك. صح، قوة الارض فكرة، فكرة، بس هعملها ازاي؟ يلا بينا عشان نبتدي المهمة. عايز اقول لك على حاجة، اوعى تبص لعينه، اوعى تبص لعينه ابدا، بص بعيد. ودلوقتي موت. وانا لسه عايش. هي لحظة، انا كده بالظبط ليا قلبين مش ثلاثة. طيب انا المفروض ان انا فعلا اعمل زي ما قالت، واوعى تبص لعينه، بس هي جايه تقول لي متأخر، ان شاء الله تبقى هي لسه عايشة، ان شاء الله. اوعى تبص لعينه. انا مش بص لعينه، بس انت حاربه، حاربه بسرعة من غير ما تبص. حاضر حاضر، هنبتدي دلوقتي كأني بالظبط بلعب لعبة الفي ار بشخصية ميدوريا او بشخصية غوكو. يلا بينا دلوقتي نلعب، طالما هي عبارة عن لعبة. اعتقد ان انت كده. هي لحظة، فين الست اللي كنت بكلمها؟ فين الست اللي انا انقذتها من شوية؟ هو انا رجعت هنا تاني ليه؟ واضح انك اتممت اول مهمة، ولكن استخدمت قلب واحد من التلات قلوب، فاضل لك كده بالظبط قلبين ومعاك مهمتين، ولكن المرة دي هتستخدم شخصية الماء. انا بجد انا مش عارف اخرة الموضوع ده لحد فين، اخر الموضوع ده فين، ولكن هو انا لو خلصت التلات مهمات دولم هرجع تاني، هرجع تاني زي الاول، هعيش تاني في بيتي في الحياة بتاعتي. ايوة هترجع تاني اول ما تخلص المهمة التالتة، إن خلصتهم وإنت عايش، لأن كل مستوى بيبقى أصعب من التاني، اوعى تستهين بأي مستوى. حاضر ماشي موافق. ودلوقتي خليني بشخصية المية. وأنا دلوقتي اتنقلت تقريبا للعالم إن أنا المفروض أنقذه. خد بالك المشكلة دلوقتي جاية. إنت مين؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ التنين اللي وراك. إهدى إهدى. وانت عبارة عن ايه؟ وانت مين التنين اللي ورايا دوت؟ انا هنا تنين الماء علشان اعرف اساعدك في كل حاجة. خد بالك كويس ان الولد موجود في خطر دلوقتي، انا حاسس. طب وانا المفروض اعمل ايه؟ المفروض الاقيه فين؟ انا مش عارف، المكان واضح انه كله مهجور. واضح فعلا ان المكان قديم جدا والمكان مهجور على الاخر. هاي انا مش عارف هو ايه اللي حصل في المدينة ديت وانا كنت مش موجود، ولكن انا عايز اعرف فين الولد. واكيد الولد هيكون مستخبي في حتة هنا صح؟ مستخبي من الشرير زي الست برضو. اسمع كويس، بص فوق كده هتلاقي الولد الشرير عايز يحدفه. استنى فين؟ يلا بينا دلوقتي علشان كده اكون خلصت المهمة بتاعتي، احدفك يا حبيبي. سلام. اعتقد ان انا كده مت. انتقل بسرعة، انتقل اني، انتقل اني. انتقل ازاي؟ ازاي بسرعة اروح المكان ده؟ بص على المكان كويس وفكر فيه، هتلاقي نفسك اتنقلت هناك. حاضر حاضر. ودلوقتي بص على المكان. الحمد لله لحيته. ايوه لحيتك، تعال بقى بسرعة كده، لازم اخبيك في حتة علشان انت اصلا لو انت مت انا اعتبر هموت. واضح انك انت عيل صغير، خليك قاعد هنا كده مستخبي، واوعى تتحرك من هنا خالص. شكرا ليك يا عم، شكرا ليك. خليك زي ما انت ماشي، اوعى تتحرك خالص. حاضر حاضر. هاي انت انزل لي، انزل لي علشان بسرعه مكسل اطلع. تعالى. اخيرا اتقابلنا يا رجل الماء، لكن صدقني المره دي مش هسيبك تفلت. هاي المره دي ايه اللي مش هتسيبني نفلت منها؟ انا اول مره اقابلك اصلا، انا اول مره اشوفك والله صدقني. اسال حتى تنين الماء اللي وراك ان انا اكتر من مره تهزم على ايدك، ولكن صدقني المره دي ديت ابدا. وانا كنت هزمته؟ هو انا هزمته يا تنين الميه انت؟ ايوه هزمته، هزمته كذا مره، ولكن كان بسببي، بسبب نصايحي. طب بالله عليك انصحني المره دي، انصحني المره دي. انتقل اني ورا ظهره، وساعتها هتستعمل قوه الميه، وبعد كده هتديله بالرجل في الوش، هيوقع على الارض وتنهي بقوه التلج. كل ده
انا هعمل كل ده. هو دوت الحل عشان تعرف تكسب. حاضر حاضر. ايه بيقول لك ايه نصيحه تانية؟ بس المره دي مش هتعرف. انتقلت انتقال اني زي ما هو قال، بعد كده هستعمل قوه الميه. بعد كده مره واحده قال لي اديني بالرجل في الوش، خد دي. ودلوقتي زي ما هو قال هستخدم بسرعه قوه التلج. عملت انجاز جامد جدا، وهو انك لسه عندك قلبين وفاضل لك مهمه واحده. واضح انك كنت جيمر جامد فعلا يا بويكا. انا كده كده تعودت، وكده كده انا اصلا من زمان بحب الالعاب، ولكن اللعبه ديت مختلفه لان هي يعتبر حياه واقعيه جدا. انا دلوقتي عايز اخلص المهمه الاخيره. هتبقى عباره عن ايه المهمه الاخيره؟ هي قوه النار. وعلى فكره اوعى تستهين باي مهمه، كل مهمه بتبقى اصعب من اللي قبلها، واكيد المهمه الاخيره هتبقى صعبه جدا. دلوقتي روح وانت بقوه النار. ولا اتنقلت لفين؟ وبعدين هي الدنيا كلها متدمره ليه كده؟ ايوه ده طفل، هو تقريبا هو دوت الطفل اللي انا المفروض انقذه. هاي انت يا ولد صغير، انت هو انت في حد مضايقك ولا حاجه او هربان من حد؟ يعني انت هربان؟ انت مش بترد ليه؟ ها انت مش بترد عليا ليه؟ ما ترد عليا موت. هي لحظه، هو لسه عايش؟ ايوه لسه عايش، بس دي انا كده فاضل قلب واحد. معقوله كان هو دوت الشرير؟ بس انا ما كنتش عارف بقى طفل صغير هو الشرير اللي عامل كل ده في المدينه. طيب طيب انا كده دلوقتي المفروض ان انا لازم ادور على الشخصيه اللي هي اصلا مهدده بالخطر. طيب تمام، انا مش عارف احارب ازاي طفل صغير، ولكن المفروض دلوقتي ان احنا ما نهزرش. بص بقى صغير، انت دلوقتي السبب ان انا اخسر قلب وفاضل لي قلب، ولو انا خسرت القلب ده كمان يبقى انا كده ميت في الحقيقه، وعمري ابدا ما هتهزم على ايد طفل. عايز اقول لك ان انا كنت اقوى جيمر في الفي ار. قول لي بالذوق والادب، فين الشخصيه اللي مهدده بالموت؟ الحاني الحاني ارجوك الحاني، انا متعلقه في الهواء الحاني. هي لحظه، هو في صوت جاي من هنا؟ طيب واضح ان هي كده بعيد عن الفايت ويعتبر هي في امان. دلوقتي بعتقد ان انا لازم حرفيا احرق اخر خصله في شعرك اللي موجوده ديت، بصراحه مستفزه. فدلوقتي المفروض ان هي تولع واحرقها دلوقتي. خد امسك. ها انا بجد مش مصدق اني بموت طفل، ولكن انا مضطر دلوقتي علشان دي يعتبر حياتي. ودلوقتي الاعصار. ها انا رجعت ولا لسه؟ هي انا فين؟ انا جيت تاني المدينه ولا انا لسه في المكان الغريب دوت؟ طيب طيب انا هتاكد لما انزل. ماما 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 انت فين يا ماما؟ هي لحظه، كل حاجه زي ما كانت. يا رب ده كمان ما يبقاش حاجه وهميه ولا حاجه، يبقى في العالم الغريب ده. ماما انت كويسه؟ ايوه يا واد كويسه وزي الفل. اللي مش كويس الروبوت المعفن اللي على جنب ده، حرفيا انا عايز ابيعه خرده. انت تبيعه خرده؟ اوه الحمد لله، كل حاجه رجعت زي ما كانت، كل حاجه رجعت زي ما كانت. هو انا مش لسه جايب له ماما اصلا بطاريه؟ انا مش لسه جايب له اصلا بطاريه؟ بطاريه ايه يا واد؟ لسه جايب له بطاريه ايه؟ ده ما كملش بالظبط 12 ساعة. 12 ايه؟ 12 ساعة؟ ايه لحظة، وانا مش كنت المفروض اكون بس غايب هما 3 ساعات مش اكتر؟ ازاي 12 ساعة؟ مش فاهم حاجة. حاضر انا يا ماما انا هتصرف فيه، بس اهم حاجة ان رجعت تاني البيت، اهم حاجة ان رجعت البيت. واو الحمد لله كل حاجة رجعت طبيعية وزي ما كانت. هو ايه اللي رجعت البيت؟ الواد ده شكله اتجنن على الآخر، ما هو كان طول الوقت قاعد فوق في الأوضة المجنون عمال بيلعب لي في الفي ار، يا ريت ما جبتها له. ويكون في جنر ده خلص كده ملوك السعادة، يا رب يكون الفيلم عجبكم. بصراحة أنا عمري ما هلعب تاني بالفي ار بعد اللي حصل دوت، ما عنديش استعداد إن أتنقل لعالم غريب كده ويكون بلعب حرفيا على حياتي، كأني كسبان حياتي في كيس شيبسي. طيب وبس كده ملوك السعادة، ودلوقتي هنعرض السبع أسماء في آخر الفيديو. يلا وسلام.